تفضل. هذا ما تشوف. أمي يعني هذا اللي ماشي في الهجرة. لا تذكر علي تموت يا ابني. عندي ذكرى ميكي دخرة، عندي ذكرى مرة أخرى مرة أخرى، شيخ الدشرة دار خمسة يقلب عشرة، مرة دبوس مرة حجرة، متدرج بليام عريان يا شيخ الدشرة، غير سلو المرة لا يسولها عن الغطاء، توكل فربية تشرب في الماكين بقرة، كل ساعة ماكينة مطورة راسو يا حماكي الجمرة، متدرج بليام عريان شيخ الدشرة، مرة تاجر عنده فكرة تسلك راع وتقيس الاخرى، مجنون مرموح ما يقد يبرع، برد علينا شيخ الدشرة، تبطلت بشكطاتك نمرة، ما عندي بحار وعلي ما هو كرام، شيخ الدشرة ماشي هجرة، ماشي هجرة، باهي عبرة عنده فكرة ماكي دخرة، شيخ الدشرة متدرج بليام عريان يا شيخ الدشرة. اللي تقول شوف انا شيخ الدشرة اموري واضحه واموري كدير، اولا نبغيك تتمونك انت على النيانه ما نعدل ما هي روايه ليك اياها واضحه للرؤيه فيها، الاساسي عندي في ذا كامل، والاساسي عندي في العلاقه لوكلوقيات المتعاملين عليهم ما تنقصهم وقيه واحده، حد يمكنني من لوقيات تامين، وشغلتي انا شيخ الدشرة اخبر انا فيها، انا محترم ومسؤول وإنسان في حقيقة الأمر أموري كاملة واضحة، أي رواية اشتركتها معاك لا يجي سينك سينك يا غير، المهم عندي أنا مولي عندي الناس الأخرى نتعامل معاها، والناس اللي نتعامل أنا معاها تعرف أنها فضتها، معنى عن الفضة تعود جاهزة ولا تنقصها وقية واحدة. ايه ودعتك المولانا والله إذا مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا، ودعتك المولانا مرحبا، لكن ليش كن هذا البسيط وشك على انه هذه طريقه صعبه، هذا لا بد من التخمام الرجال ولا يجي بهذه الامور اللي هي. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا اهلا وسهلا مرحبا. شحال الباس؟ ايوه شحال يفضل؟ شو ماسك الباس؟ يا شيخ يا خير يا قلباس ما وزعكش. شوف هذا انا هذا شيخ الدشرة اموري واضحه واموري كلير، خارق روايه نبقي اي شيء لا نعدله يعود سري، ما نبقي الامور المكشوفه، أفطن بعد ما بي الخوف ولا بي الطمع، بيدي بالله الذي لا إله إلا هو يا يعني شيخ الدشرة، ألا ما نشوق ولا نجلي يا قيد الله وتوف، تعرف لك الأمور اللي أشبه فيها إلا ذاك اللي من المستور، بيدي رواية رواية مستورة ما هي كيف رواية معلنة، بيدي رواية معلنة ما هي كيف رواية مستورة، ورواية مستورة ما هي كيف رواية معلنة، على بعض لا 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 في إطار التنبيه إن شاء الله. بالك لي الناس جاهزين والفضلة جاهزة، الأمر واضح وندور لها رواية مضبوطة ومسؤولة وفي السرية التامة، أو حتى أنا مولي نقول لك رواية مبشرك بها على الفلوقة جاهزة، وشوف لا عندك مشكلة غير أنا مولي ما نقدر نبرم هوك ولا هوك، ما تعرفت قضية شنهي فاضل، فلتك موجودة وراعيها عندي والوثائق راعيهم عندي، معنى عني المهم عندي شنو هو الأمور في السرية التامة، هذا لا مبين توحد ايش الاعمال هذا الشغل، والله وفضلتك موجوده والله والله فضله خاليه موجوده هذاك المهم ما عندك مشكله، وفضلت لك روايه الا تقدم توبه عند امورك وانا ما عندي مشكله ان شاء الله، انا رحمه الله الله رحمه الله وسهلا وسهلا. السلام عليكم. هي تي رد عندك شنو هي من يوم سامك هي بها اصنتي؟ شوفي انا ما نسوي لك للناس بشنو ولا نسوي لك المرجن في شنو، خارجين امور تعين احنا الرجاله ما نبغي تدخلي فيها، بين اللي ما تعنيك، هذا دائما نقول لك يا قال ظاهر لعلنك الامور ما تسمعيها بويا، حتى انا من حق انت مسوي لك انت لا جرت في راسك، انا شوفي خارجين شي من الامور، يعني الرجاله هذا شي من البيزنس، لا بزنس مول شنو لا بزنس، انا عارفين لا بزنس قال عود فيها شواطك يطول عمرك ان شاء الله، تمي اوحلي في امور دعايات وخدي عنك هذا الامور، ما نقدر نحرك عود من بلو مالك مسولتيني روايه شني اراه والك، ما نبغي نقول لك ويكون ذاك اللي يالتي نقول لك يا شيخ الدشرة افصلني من المشاكل، كل ساعه مدخلني في مشكله، حتى انا بزنس دخلني مولي فيها انا وجدت لك ولو مره واحده مرة واحدة في الحياة نعدل الرواية وتخليني متبارك معها نعدلها، ما دخلتي لي فيها
فيك صلاة من المحال حتى أنا مالي قربني شربت ما عندك يا قادة إذا بزنس وعندك وعندك هاي الكرة مسلس أنا شيخ الدسرة بلا فايدة أنا شيخ الدسرة وعلاقاتي علاقات جيدة وإنسان محترم وإنسان مسؤول أيوة سمعتي والإنسان راه والد يدخل لا شيء يعني وأمور تعني دعتك مولانا أنا ماشي 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 قايس وهذا مرحبا بك سهلا وهلا مرحبا مرحبا وسهلا وهلا مرحبا تفضل تقول شيخ دشرة انا لا جايك تنقص اوروبا في اصحابي فرمشا بقيت الان لا يوفر لك انا الطريقه اللي لا تمشي بها ولا يوفر لك بطريقه محترمه وطريقه مسؤوله حق الله واضح لك ذاك انت لا يجيب لي انا ذاك اللي نتعامل له وانت عليه ولا هنا قبلك ان شاء الله تعالى ونديرك الفالوقه ديالها مضبوطه وهاي المايه الخضراء اللي تراعي فيها لا تمشي مولي فيها ماشي طريقه مضبوطه ومسؤوله ولا يتم تمونك ان شاء الله تعالى ان توصل انا نمشي الناس لاوروبا ونمشي لدول الخارج يا قرب طريقه مضبوطه وطريقه ما فيها المشاكل المهم ذاك اللي شركت يعود مالك قلت لك نحن ما نمشي في الطياره ولا نمشي ما انا الله الا لا ينجركم انا ان شاء الله تعالى فالو تقعدوا قاعده مونك ومعاكم مده محترمه ولا يتوصل ان شاء الله ماشي في المايه الخضراء الين توصلوا بالعافيه ولا عندكم اي مشكله يسوي شنيه هذا ما ولا واضح لك والله لا واضح لي وتوف تقول والميعاد بعد انت ان شاء الله نجابر نعود نقيس الفالو قال والله بدني قلت الميعاد منين يعود قدر ان شاء الله لا يجيني ان شاء الله تعالى ولا نقول لك الوقت اللي لا تمشي فيه ان شاء الله تعالى ولا عندك اي مشكله يسوي شنو هي ولا نقول لك روايه مولي انا ماني واحد انا معايا اصحابي اثنين ماشيين مولي معايا معاك اصحابك اي اصحابي لا كامل اللي يمشي معاك من الوقيش يجيبوا لي انا الامور كامله ان شاء الله تعالى لا يتعدل ولا يتنحل بطريقة مضبوطة وطريقة سلسة ولا عندك أي مشكلة يسوي شنو؟ إن شاء الله هني درجك شهر الدار إن شاء الله. والله. درجك حرام. درجك مهم ولي معي إن شاء الله. والله يجي معك الجماعة وجي معك كامل. إن شاء الله. خارج الدار خير. فاضل. ها. أسمع الله يقول لك. صنعتها. شوف أنا الشيخ الدسرة. ما نبغي نعد الرواية يكون عود سليم صورتي فيها مصقولة. هاو الناس اللي يجوك إذا طاحوا في بحر الأخضر لا شيء يعنيهم. أنا الشيخ الدسرة يعنيني الأكلوبيات اللي شوري لا يمكنك منهم. والأمور الأخرى ما عندي بها أي علاقة يسوي شنية هذا نبقيك يا فاضل تعود متمونك به إن شاء الله ونحن أردت نمشي ليلة ليلة ده مولانا فين دير إن شاء الله لا يجوك الليلة إن شاء الله تعالى ولا يدواقفوا معاك وتمشي بهم هذا الخرق مجننتوا هذه أوروبا ومجنوا العالم الخارجي اسمعتني وأنا ما نبقي يكون عود مصقول في الصورة ولا نبقي يعرفني حد إلى فرقهما وإلى أخلاو شيخ الدسرة ما يعني هذا ما له الا واضح وفلتك موجوده هما قايسين اوروبا وماشيين معك تفاضل اسمعتني ان شاء الله اذا بقيت تزرقهم في البحر الاخضر ما يعني المهم دار فضل موجوده فضل موجوده 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 والله أنا شيخ الدسرة منين نجيبكم هون ونقعدكم في هاي الفالوقة ويعود فاضل هذا ولا يمشي بيكم معنا عنكم وكيلكم عندكم وشرابكم عندكم وحياتكم عندكم اليوم أنا هذه أوروبا حد لا يقيسها أوروبا صعيبة ولا بدنا من التضحية ولا بدنا من ياس من الأمور أنا شيخ الدسرة علي شنو هو نسهل لكم هاي الطريقة وكثروا من الحجاب وعرف عنكم ماشيين ماشية الله يبارك علينا وعليكم قيل ترجعوا منها
وقيله يطيرون عينكم في هذا البحر الاخضر فاضل. فتبارك الله هذا البحر يعدل فيه شيء من التحرك عجيب وقريب حراك فتبارك الله وبارك. ودعتكم المولانا ودعتكم المولانا لا يمشي وودعتكم المولانا ودعتكم المولانا. اللي راح يعلن الفم من هو امين امين يا ربي صلى وسيتان بسم الله الرحمن الرحيم. اي تا يا اخو اخبارك تا يكون خير لا الخير مع السلامه الناس فرقوا عادوا فرقوا مالي قلت لك على اني المرده مالي فيها من قدام ولا فيها من دارة. جيت نقول لك على انهم فرقوا يا قارك ولا ما تجيني في الدار لا بدالي من جيك في الدار الدار داش يا اخو نقول لك المرده خرجت شني بالك نقول لك المرد عادي 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 ما وش لا الناس فرقوا هو شنو اللي عادي انا عندي فالوقه يمشي يحوتوني نقل البحر قال الفالوقه تعاقبت مع سفينه وكرتها والناس اللي كانوا في الفالوقه طاحوا نقل البحر وعادي طايرون عليهم وطايروا سكاكاتو مش على بيدون لا شيء عادي الحمد لله لا شيء عادي هذا هو المولالي يبرك منه يا شيخ دشره اعطي الناس لك العافيه هذا هو اللي مدرك بالنية عريان كوبي انا نسيت لي رول بدايتي التليفون يا شيخ الدشرة هاي يا شيخ الدشرة هاي ريالك هنا ثلاث مية ماشي لست لي قضية ويسمح السرواية كات كتش ناس فرقوا يا وعي يا أخوي يكون خير طوال توجد شيء حيلة حيلة شوية عدو لك أوكي هذا قعدنا عليه التالي مالو حني ووو تكبر كابل معك تنترسلكو سوسوا